نحكي عن الاوفرلاي ديزاين وهكذا. طب هنرجع نحكي عن هذول المواضيع بالشيء بالتفصيل. هسه كتكست بوك برينسيبل بيمنت اناليسيس اند ديزاين باي هوان، ترافيك اند هاي واي انجينيرنج باي جارفر. هذول الاثنين الكتابين بشكل اساسي كثير مناح كمعلومات عامه في بخصوص مواد الطرق. افضلهم اللي هو هذا الهوت ميكس اسفلت ماتيريال اند ميكستر ديزاين اند كونستراكشن. هذا الكتاب كثير ممتاز كمرجع عام الى بخصوص البيمنت انجينيرنج، فبالتالي يفضل انك تحتفظ فيه او بتحصله، اتوقع موجود اونلاين فممكن تحصله بشكل مجاني. على كل حال احنا السلايدات حتكون كافيه بالنسبه للمعلومات، وحرجع لكم لشباتر معينه في حال انك حبيت تقرا اكثر. هاي هو التابل اوف كونتنت الموجود في هذا الكتاب، كثير ممتاز. المرجع الثاني والاساس اللي حنستخدمه هسه احنا بعد ما نتعلم فحص معين طريقه معينه لابد ان احنا نعكسها على الواقع، فبالتالي احنا حنتعلم هاي الميثود وتبر هاي المعلومات حنرجع نعكسهم على المواصفات الاردنيه. المرجعنا حتكون ثلاث، اولهم اللي هو سبيسيفيكيشن اند هاي واي بريدج كونستراكشن، وهذا للمين هاي ويز والطرق الرئيسيه. في عندنا المواصفات الفنيه لانشاء الطرق، وفي عندنا الشيء الثالث اللي هو اسس الحسم والقبول مع الحسم والرفض لمشاريع الطرق اللي هو 2003. هسه هذا سبيسيفيكيشن للمين هاي ويز، هذاك للرولر اور سكندري هاي ويز رودز، هذاك اللي هو الاساس اللي احنا هل حنقبل هذا الطريق ولا نرفض، واذا بدنا نقبله مع حسم ولا لا. تمام، احنا حنجمع هاي المعلومات بعد ما كل ما نغطي توبك معين حنروح نغطي عنهم. يعني مثلا هنحكي عن طبقات الطريق، في عندنا طبقه بيز سب بيز. طب تمام، هون في الواقع شو بيحكوا لهم هذول؟ ها حدا يعرف شو اسمهم؟ بسموهم فرشيات، طبقه تحت الاساس، طبقه ما تحت الاساس. طيب شو مواصفات الاردنيه؟ تمام، وعلى هذا الاساس كيف احنا نقدر نطبق هاي المواصفات لما نستلم الطريق، بحيث احنا نرفض نقبل او ممكن نحسم عليه. واضح؟ هذا الهدف تبعنا، بحيث احنا نكون جاهزين لسوق العمل ان شاء الله. طيب other supplementary materials ممكن تكون بتساعدكم، الهوت ميكس اسفلت ميكشر ديزاين كونستراكشن اللي حكينا عنه قبل شوي، في الام اس 2 برضه this is a good book and we have it، الاسفلت ميكس ديزاين هذا الام اس 2 برضه موجود بشكل مجاني as a PDF. باقي اللي هو الهاي واي انجينيرنج برنسبل بيمنت ديزاين برضه this is another good book، سوبر باي فاندمنتال برضه this is أقول ريفرنس تحتفظوا فيهم بحيث انك اذا تكمل في هذا الموضوع ان شاء الله. المواصفات هاي اجين السلايدات حتكون محتويه على المعلومات اللي احنا نحتاجهم، فحتى المواصفات ان شاء الله حاحط لكم اياها مرتبين بعد كل موضوع احنا بنغطيه. طيب المواضيع اللي احنا حنغطيهم الهاي واي ماتيريالز اللي هو البيتومنز ماتيريال، حندرس اول شيء اللي هم مواد الطرق، نفهم ايش هي المواد اللي احنا بدنا اياها. حنحكي عن السويل الاجريجيت وان البيتومنس ميكشر. السويل احنا عارفينها واخذنا البروبرتيز لهم، حنكمل في هذا الموضوع. الاجريجيت برضه احنا اخذنا كثير من الكاركترستكس لهم في مختبر او في ماده مواد البناء، حنرجع نعيدهم ونضيف ونضيف بعض الخصائص اللي احنا بتهمنا كمهندسي طرق او كمهندس مواد طرق. واجين اللي هو الشيء الجديد اللي علينا اللي هو الخلطات الاسفلتيه او الخلطات البيتومينيه اللي هو البيتومين اسفلت ميكشر. بعد هيك حنحكي عن البيمنت تايبس انواع الرصفات، وبعدين حنحكي عن تصميم الخلطات الاسفلتيه. تصميم الخلطات الاسفلتيه القصد فيها انه هذا الماده كيف احنا بنصممها، كيف تصميم الخلطه الخرسانيه هي عباره عن ايش؟ كونكريت. ايش هو عباره عن اسفلت سيمنت واجريك، صح؟ عملت التصميم لهم، وهذا نفس الشيء في عندنا تو كومبوننتس للخلطات الاسفلتيه، في عندنا ماده الاسفلت وفي عندنا الاجريك، عمليه خلطهم مع بعض في بروسيس معين حتى احنا نقدر نجهز هذا الميكس. وبعد هيك اذا كان معنا وقت ممكن احنا نلحق نحكي عن اللي هو الاستراكشرال ديزاين اللي هو تصميم سمكات هذول الطبقات اللي قاعدين نحكي عنها. Again what you will learn ان شاء الله في هذا الفصل discriminate between the different payment types، هذول الصورتين لانواع مختلفين حنقدر نفصل او نقدر نميز بيناتهم. Distinguish the properties
للماتيريالز اللي احنا بنستخدمهم بالبيمنت او في الهاي واي. هاي ذيس از هاي السويل هاي الاجريجيت ذيس از ان اسفلت وذيس از ان اسفلت. بس هذول لهم كل واحده من هاي المواد لها بروبرتيز خاصه فيها، فبالتالي قد تكون مناسب في موقع معين وسيئه في مكان اخر. حنحكي عن الديزاين اوف الهيت اسفلت ميكستشر، واللي هو فعليا هذا زائف اللي هو فعليا هذا الاسفلت زائد الاجريجيت حيعطينا الاسفلت ميكس اللي احنا هنحكي عنه. حنحكي عن ديزاين استراكشر البيمنت تكنس اللي بحكي فيه هون السمكات. احنا اخترنا المواد قديش سماكه هاي الطبقات اللي احنا موجودين معها. حنحكي عن عمليه الانتاج برودكشن ترانسبورتيشن كومباكشن اور لاينج لهاي الاسفلت ميكسرز، كيف احنا بنستخدمهم وكيف احنا عفوا ننتجهم، كيف احنا بنقولهم من الموقع وكيف احنا بننشئ هاي الطبقه. الجزئيه الاخيره حتكون كواليتي كنترول، كيف احنا نضبط انه هاي الامور او هاي المراحل تم تنفيذها كما تم طلبها. يعني مثلا طلبنا انه الاسفلت يكون نوع اكس، هل هذا وصلني اكس ولا لا؟ وصلنا طلبنا انه مثلا السماء الطبقه هاي انها تكون 5 سنتيمتر، هل تم اعطاني 5 سنتيمتر ولا لا؟ هسه اهم نقطه دائما تكون موجوده معاكم، طول ما احنا نتعلم اي معلومه اي خطا في هاي المعلومه حيؤدي للعيوب اللي انتم شفتوها. لان بحكي 19 عيب، فكل واحد منهم هيؤدي لواحد من هاي الدستريسز، فاي فشل في او خروج عن الليمتس او المواصفات في اي مرحله حتؤدي لهذا الدستريسز، فبالتالي ضروري عمليه اللي هو الكواليتي كنترول اللي احنا بنحكي عنها. طيب اي سؤال لحد هون؟ يس وين هون؟ هسا اول شيء نتاكد كل المراحل، هسا بدك تتاكد انه المصمم لما صمم واعطاك الخمسة سنتي هذول فعلا تصميمه صحيح. بدنا نمشي معه من اول جديد على الاشي ديزاين. طيب تمام، هسا هون المقاول اللي بده ينفذ، طلبناه 5 سنتي، هل نفذ ال 5 سنتي ولا لا؟ ففي كل المراحل في كواليتي كنترول على هذا الموضوع. تمام؟ قبل المصمم، المواد اللي وصلت المصمم امورها تمام ولا لا؟ وهكذا. طيب، اي سؤال ثاني؟ طيب هسه بالنسبه للكورس ماب او كيف احنا حندرس هاي الماده او نحقق اهداف الماده، ففي البدايه حيكون في عندنا جزئيه الانترودكشن. هاي الانترودكشن حنروح نتعرف على ايش هم البيمنت سيستمز الموجودين، حنعرف عن الترافيك لودينج اللي هو جزء اساسي في الانبوتس للتصميم اللي احنا نختاره. بنحكي اللي هم الترافيك لودينج، ايش هم انواع السيارات وكيف احنا نطلع لهم از بيمنت انجينير. وضحت؟ طيب هسه بعد هيك حنروح نتعلم المواد اللي احنا بنستخدمها للطريق. المواد هي عباره عن ها سوي اجريجيت اسف. هسه الترتيب حيكون كالتالي، حندرس اول شيء الصوي فور رود كونستراكشن. هسه المواضيع اللي انتم اخذتوها حنبني عليهم او ممكن نغير المواصفات الموجوده. يعني مثلا في الجي تكنيكال شو اخذتوا السويل كلاسيفيكيشن، شو كان اسمه؟ ها ذكروني. السويل كلاسيفيكيشن كان اسمه يونيفايد سوي كلاسيفيكيشن، صح؟ صنفتوها لجرافل ساند صح؟ سيلت كلي صح؟ هسه هذا ما بهمنا كمهندس طرق، لا ان تصنيفنا الخاص فيه. السويل إن إلى تصنيف ثاني سنقول A1 A2 A3 A4 A6 أو A7 وهكذا. فهسه نرجع للسويل فور رود كونستراكشن، الجزئية الثانية للأجريجيت الأسفلت سيمنت، هذول إحنا اثنين بدنا نتعلمهم. طيب هسه لكل واحد من هذول حنتعلم كالتالي. أول إشي أنا بحكي عن المواد، ها أول إشي بدنا نرجع نعمل فكرة بيقول المواضيع اللي إحنا ممكن نرجع نبني عليهم أو نحتاجها، وهذا الجزئية الأساسية بتعتمد عليه. هسه مش راح نقدر نراجع كل المواضيع،
الجزء الاساسي انك انت اذا حاب تساعد حالك تاخذ اكثر فائده من هاي الماده، وهذا الموضوع نقول لكم راجعوه خلاص ترجع فيه. فمثلا ليكويد ليميت لاستيستي ليميت لاسس اندكس على الاقل تراجعهم. احنا حنعطيك كويك ريفيو ولكن حتى تاخذ المعلومه الافضل تراجعهم. مثلا اللي هو دائما احنا بيهمنا كثير سيب اناليسس، اخذتوه كثير ولا لا؟ اخذتوه في المواد بناء، اخذتوه في السويل وهكذا. هذا الجزء اساسي ان احنا نتعامل معه. فاذا راجعت حتكون الامور عليك اسهل في هاي الماده. فاول شيء حنراجع معاكم الماده بشكل اساسي. الشغله الثانيه او المرحله الثانيه اللي بعد ما هاي حنكمل اللي هو بنسميه الكاركترايزيشن تيست، اللي هو كيف احنا بنفحص هاي المواد بس نظرتنا ايش كبيمنت انجينير. زي ما حكيت لكم مثلا الكاركترايزيشن تيست واحد منهم اللي هو هذا التصنيف الكلي والساند ما بيساعدنا. انا بيساعدني هسه اللي هو بسميه الاش تو كلاسيفيكيشن. فبحكي ان التصنيف السويل اي 1 هاي هي تربه ممتازه حتى نعمل الطريق. اذا كان تصنيف اي 7 هي تربه سيئه جدا ويمنع تعمل الطريق عليها. وضحت؟ فصار هذا التصنيف، هذا اللي هو الكاركترايزيشن تيست، انه كيف انا ادرس خصائص هاي الماده او الفحوصات اللي بتساعدني ادرس خصائص هاي الماده بحيث ان انا اقدر احقق الهدف تبعي اللي هو نبني هذا الاستراكشر تبعي. فبعد ما نخلص الكاركترايزيشن تيست حنشوف الريسبونس تبع الترافيك لودنج اللي هو الستريس والسترين لهاي الماتيريال. وضحت؟ طيب هسه واضح الامور لحد هون؟ ها؟ متخيلين شو قاعدين نعمل؟ طيب هسه هاي الماده راجعنا اللي بدنا نحتاجه، تعلمنا كيف احنا بندرسها كطرق، هسه الجزء اللي نعملها انه كيف احنا نستخدمها بالطريق. فحندرس دمجنا المعلومات، هسه بدنا نروح نحكي الابلكيشن تبعتهم. طيب هاي مثلا التربه نستخدمها في ثلاث طبقات، طبقه الامبانكمنت او الطنب. تذكروا الجيومتريك نربط المعلومات مع بعض، شو كان في عندنا؟ كانت الفيل صح؟ الفيل شو بده؟ طمأ. هسا هاي المواد لابد انها تكون ذات خصائص معينه اللي احنا بدنا ننجي منها حتى نقدر نعمل عليها الطريق. طيب عملنا الطمأ الطريق، عاده هذا السيستم هو معمول وين؟ شو هو الطبقه لازم تكون فيه اصلا؟ اللي هي الارض الطبيعيه اللي هي السب جريد صح؟ فبرضه لازم تكون فيه مواصفات لهذا السابقة. الطبقة اللي بعد اللي نسميها السبيس وبرضه ممكن تكون من هاي الطرق. فمثلا يقول لك الطريق اللي انت تشتغل فيه، اذا كان هذا الطريق السبيس او سب جريد وصلت لهذا المستوى وكانت اي 6 او اي 7 يمنع تعمل الطريق عليه. شو الحل؟ جيب مواد ثانية تحسين وهكذا. طب ليش يمنع؟ هون مهم ليش؟ طيب لانه اي 6 اي 6 شو مالها؟ هي كليلي سويل. كليلي سويل شو قصتها؟ هي بوتنشال للشرينكج. الشرينك شو يعمل؟ ممكن يخرب الطريق. فبالتالي هاي الاساس حطينا المواصفات. وضحت؟ وضحت هاي النقطة؟ ما نفس الشيء، رح نشوف هذول الطبقات الفانكشن. طيب شو أهمية هاي الطبقة بنحكي عنها؟ ايش عملية كيف خطوات انشائها؟ سبيسيفيكيشن او المواصفات اللي حكيت لكم عنها؟ وايش ممكن انواع العيوب اللي ممكن نشوفها في هاي الطبقة؟ واخر شيء ممكن نضيف عليها اللي هي كيف احنا بنحاسب او بيمنت لهاي الطبقة. وضحت؟ ها؟ طيب نفس الكلام حنعيده له او حنطبقه له الطبقة الاجريجيت. الاجريجيت طبعا هو حنرجع للاجريجيت، ايش هم السورسز الموجودين للاجريجيت او نستخدمهم للاجريجيت؟ ايش هم الكاركترايزيشن تيست للاجريجيت؟ ذكروني فيهم، شوفوا فحوصات الاجريجيت اللي تعلمتوهم. ها؟ سيب اناليسيس، شو فكرة السيب اناليسيس؟ هذا فحص عم بنطبقه. هسا كل فحص لابد انه يقيس لي بروبرتي معين او يساعدني افهم البروبرتي لهاي المادة بحيث انا اقدر اتعامل معها. سيب اناليسيس شو فكرته كان؟ نطلع السايزز الموجودين صح؟ طيب غيره؟ الجريدنج ها غير السيب اناليسيس؟ سبيسيفيك جرافيتي. طيب سبيسيفيك جرافيتي شو فائدتها؟ الوزن النوعي. طيب غيرهم؟ انجلر شيب اخذته في مواد بناء؟ انجلوريتي. شو فائده الانجلوريتي؟
علي صدر الشيب تبعي الشيب شو بيهمنا الشيب؟ عشان النفذية النفذية صح؟ بس صح ان النظرة غير يعني قررت اللي هو كأنه الحواب صح؟ طيب نحن لما ميكس تبعنا بعد شوي بنصمم بأن حبات الأجريت ايش ولا؟ تصير انترلاك بيناتهم فبالتالي بدنا حبات الأجريت تكون فيها ايش؟ أنجلو ولا لا؟ طب سموث شفتوا السموث اللي هم حجر السيل أو الحجر هذا بيحطوه عند الناعم هذا هذا ايش ولا؟ بشر فيه حيكون فيه سلايدنج بيناتهم فبالتالي الميكس مين؟ فبالتالي بيهمني هسه هاي البروبرتي ولا لا؟ فبالتالي الأجريت اللي أنا بدي استخدمه في الطرق لابد إنه أحط عليها مواصف في هاي البروبرتي غيره ها لوس انجلوس شو فكره لوس انجلوس نحط كل الاجريس ونكسرهم صح شوف شو هدفهم طيب شو لو زاد هذا الرقم شو معناته لوس انجلوس لو انا حكيت لك لوس ضيف معين العالم لو ايش رايكم بحكي لوس اوف انجلوس از ا بيرسنت كان مثلا 70% أو 40% أو 10% شو تفهم من هذا الرقم؟ لازم يكون 67 إيشو؟ هو بيكون الرقم يعني 67 67 مينيموم ولا ماكسيموم؟ ها هسا إذا مينيموم معناته هذا كل ما زاد منيح ماكسيموم كل ما قل منيح ها شوف طيب نرجع شوي لورا ناخذ العينة صح نوزنها قبل صح؟ ونوزن إيش؟ عينة بعد مقدار الفرق بالوزن هذا حيكون على الانيشال صح؟ شو ما بزيد هذا الرقم من شمال اللوس التكسر عم يصير صح؟ عملتها بتصير اضعف. انواع مختلفة عندنا من انواع الاجر، في عندنا البازل، اللايم ستون وهكذا. هسه ممكن يكون في عندنا ويك اجر، هذا حيتكسر على الطريق، وبالتالي لابد اني ايش استبعد، كمان ها؟ ها؟ وات منه؟ بس الجرافيتي ليش استعملتوها؟ فحوصات اخرى للتربة طيب عفوا سلوم تيست سلوم تيست هذا لا هسه بحكي عن كونكريت انا بحكي على بس الاجريت لحال طيب هسه هاي الاجريت هذا الكاركترايزيشن تيست اللي قاعدين نحكي عنه علم نصمم هسه هاي البروبرتي قاعدين نبني عليهم معلومات، يعني مثلا تخيل انت عندك حبة اجريجيت تجي في هذا الشيء. سماكتها هذا حبة الاجريجيت، سماكتها بالنسبة لطولها كبير. شو بالنسبة لهي حبة الاجريجيت تحت اللون؟ أسهل إن ايش ولا؟ تنكسر، إذا انكسرت شو راح يصير بالجراديشن؟ يتغير ولا لا؟ يتغير الجراديشن عم يتغير كل شيء، صح؟ فبالتالي لابد ان انا اضبط هاي البروبرتي هسه هاي فهمناها بالكاركترايزيشن تيست وفهمنا مدى تاثيرها على ايش؟ على الفيليير صح؟ اذا هاي انكسرت فبالتالي المكس وهكذا فبالتالي من الكاركترايزيشن تيست حنضبط اللي هو السبيسيفيكيشن هسه الاجريجيت طبعا الفحوصات في عندنا نوعين شيء نعمله في المختبر وشيء نعمله بالفيلد او في الموقع سواء اثناء مرحله الانتاج او اثناء مرحله الاستلام بعد التنفيذ. موضوع اثنين حنعمل. هسه again response to the traffic ردة فعلها ل stress and strain under loading واخر شيء حنروح على تطبيقاتها وين احنا ممكن نستخدم هاي المادة في الطريق. لكل مكان لها خصائص خاصة فيها. في شيء اللي هو البيز السب بيز السب بيز اللي هو الطبقة اللي فوق التربة. البيز الطبقة اللي فوقيهم كل طبقة فيهم لها هدف معين وفي عندنا كمان حتى إنتاج الخلطة الأسفلتية اللي هو حكينا عنها زي الخلطة الخرسانية اللي شفتوها فهون حندرس أجين لكل طبقة إيش الفانكشن تبعها خطوات إنشائها مواصفات هاي الطبقة والفيليرز اللي ممكن يصير طيب هسا نوقف شوي في حدا عنده استفسار هسا الجزء الجديد اللي هو المادة الجديدة اللي حنتعلمها اللي هي الأسفلت سمنت الأسفلت سمنت اللي هو هذا الأسفلت أو البايندر أو المادة الأسفلتية اللي احنا نجيبها من مصفات البترول هاي المادة هي أول مرة حنأخذها فبالتالي نحتاج نراجع ريسبونس للماتيريالز أو الماتيريال ميكانيكال ريسبونس اللي هو الإلاستيك
ريسبونس واكتر نرجحهم بحيث لانه نحتاجهم حتى نفهم هاي الماده، ندرس هاي الماده ديفينيشن لها، فحوصاتها المخبريه كيف احنا نصنفهم، و ريسبونس لهم للترافيك اجين هاي الماده الاساسيه، واخر شيء هو على الابلكيشن اللي هي هاي وين بنشوفها، اللي هي الطبقه اللي على السطح هاي اللي انتم شايفينها، الطبقه اللي بتستخدموها اللي هي الطبقه السوداء هاي، اللي هي عباره عن اسفلت سلم زائد اجريت. احنا خلصنا مواصفات الاجريت، عم ندرس مواصفاتهم ونحكي عن الطبقه الاخيره. اخر جزئيه اللي هو هون الليكويد اسفلت، واللي هو هذا الاسفلت سلم زائد صنفر بعد مع شوية اديتيفز بنعدل عليه. هذا كمان له طبقات والاستخدامات خاصة فيه. بنستخدم نحكي عنه إن شاء الله. فنفس الموضوع حندرس في الخطة كالتالي، حندرس المادة، شوف خصائص المادة، ونشوف وين هم الطبقات اللي احنا بنستخدم المادة، وهذا الأساس احنا نعطينا فكرة لأهمية أو خصائص هاي المادة اللي احنا قاعدين ندرسها. وضحت؟ طيب. أي سؤال لحد هون؟ اخر شيء ان شاء الله اذا لحقنا حندرس اللي هو البيمنت ستراكشر ديزاين، اللي هو تصميم سمكات هاي الطبقات، تصميم السمكات. طب هاي السمكه الخمسة سنتي اللي سالت عنها قبل شوي، هذا حنجيبها من هاي المرحله. طبعا هاي المرحله الانبوتس احد اللي هو المدخلات حتى نشغل هون اللي هي المواد الموجوده عندك. يعني مثلا عندك طبقه اساس او صبغه جليد ضعيفه، وبالتالي السيستم اللي عندك لازم يكون قوي صح؟ حتى تقدر تحميها، هسه الفكرة بدك تحمي هاي الطبقة. يعني تخيل مثلا عندك هاي الترافيك فوليومز اللي انت اخذتوها سابقا، هاي الاحجام، عندك انت طبقة قوية جدا، طبقة ضعيفة جدا. الحال بدك تحميهم. مين اللي تحتاج طبقات أكثر أو تنفست أكثر حتى تحميها؟ الطبقة الضعيفة. هذا بنحكي عنه هون. او في لغتنا هون بدك سمكات اكثر حتى تحميها من هاي الطبقه. فهذا بنجيبه عن طريق الاستراكشر ديزاين، فبالتالي الماتيريالز اللي انت تختارهم حتكون انبوتس لهون لهذا الديزاين. هذا احنا حكينا عنه، هذا موجود معاكم. طيب اي سؤال لحد هون؟ ها اي سؤال؟ هسه هاي المعلومات بس نبلش في الانترودكشن حتوضح معاكم بشكل افضل. اي سؤال لحد هون؟